لأنه هذا الشارت حيكشف لنا أشياء كثير في غاية الأهمية. إذا ظهر شارت اللوجين أعطوني رقم 3. هذا الشارت من عام 2006، عمره 14، قرب ينهي 15 سنة. الهاي التاريخي في عام 2016 2006 كان قريب 92.80. ظهر الشارت الهاي التاريخي في صوت، في صوت، والله العظيم نفسي ارمي المايك وامشي، لا حول ولا قوة الا بالله. الهاي التاريخي 124.20. والأدنى التاريخي في 2008 9.05 ريال، أو الأدنى التاريخي عفوا أيوه في عام 2008 2009 9 ريال. شوفوا الآن أين نقف تاريخيا، بس كده تأملوا في الرسم البياني التاريخي، شوفوا كيف أين نتداول تاريخيا الآن. أهم مقاومة كانت شمن كحولية في اللوجين، خلت السهم يصير شكله غير. تتذكروا انتم كان مسجون معلقينه بسبب مشاكل بينه وبين شركة نات بيتو، دائما الشركة تتعلق فترة من الزمن. بعد ما فكوها ورجعوها للتداول السهم انفلت، جاء طلع اقتحم قمة حقت 2018 واقتحم اول 23 فيبو من الموجة الكبرى، وكانت المستويات دي تقريبا ما بين ال 34 الى مستوى 36.10 او ايوه نعم 36.20 عفوا. شايفين المنظر ده؟ ماذا فعل اللوجين لما اقتحم القمة؟ شق الطريق ومشي. طبعا واحد زي حكاية كلاسيكي يبغى يتنبأ بهدف اللوجين فين ممكن يروح، او اهم حاجة عنده انه ينظر للقناة ويشوف ابعاد القناة فين. فلو جينا نحن رسمنا قناة من بداية عام 2016 زي وضع المتطور يا شباب، نفس الفيلم بس شوفوا الفرق بين السهمين. شوف لو جينا رسمنا ترند او قناة، شايفين القناة؟ لو وجدت ان مستوى 47 48.5 هو اهداف اللوجين، ولهذا في واحد معانا من رواد الروم الله يستر عليه اسمه ابو بدر او بدر على ما اعتقد، كان دائما قبل شهرين دوس يا اللوجين، كنت اطلع له انا بالمرصاد واقول له انتبه يا ابو بدر ترى انت في منطقة هدف. وسبحان الله يقول لك بس حلو السهم، قلت له حلو بس انتبه ترى انت وصلت 47. قال لا انا عندي اهداف فوق، قلت له على عيني وراسي اغلق لي فوق 48.5. والله يا جماعة انا قلتها من هنا يومين طاح اللوجين كسر ال 45. جاك الشهر بعده فحط اللوجين برضو ما قدر يخترق 47 و48.5 سقف القناة. لا لقاء اكتوبر نزل اللوجين وصل 39 ريال. انا كنت فين اتوقع يروح؟ منطقة للدخول قريب 37 36.10. ما شاء الله حقون اللوجين لفوا الطارة من 39 وطيب، مع انه لو جاء هنا السهم اللوجين صار منطقة ولا اروع للمناورة اختبار القمة السابقة. اللوجين من قبلها ب 3 ريال 10% برضو لفوا الطارة وطلعوا. فين رجعوا؟ في نوفمبر. اليوم انا لما شفت اللوجين يسجل اعلى جديد ويقتحم 48.5 وقفت على حالي. الله 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 الله، ايش هذا يا اللوجين؟ ايش فيه؟ ايش عندك؟ لا
لا لا لا لا لا لا، هذا الشغل لا لا، ترى هذا ما هو عادي يا شباب. ايش هو اللي مو عادي يا ابو محمود؟ يا ناس يا ناس، اللوجين يخترق قمة سابقة ويخترق سقف قناة، والله هذا شكله وراء له. كيف يعني يا ابو محمود؟ والله ان شاء الله في الليل اوريكم. هاي شوفوا في الليل انا ايش قاعد اوريكم، قاعد اوريكم. شوفوا منطقة ال 38 فيبو من الموجة الكبرى، وشوفوا قمة عام 2007. خليني ارسم خط لقمة 2007، وفي قمة كانت برضو ارتدادية في عام 2006. ترى هنا يا اخوان منطقة يسموها منطقة عرض تاريخية، قمم تاريخية. شوف هذه القمم التاريخية فين تقرأ؟ هذه القمم التاريخية تقرأ عن 57 ريال. شوف جاية من فين؟ من 2006 2007. هذه قمم كانت قمم مضاربية، منطقة عروض، كان يطيح السهم دائما في ذيك الأيام منها. شوفوا نحن سبحان الله بعد 10 سنة السهم يبغى يكشف المنطقة دي، مرورا بكم؟ مرورا ب 38 فيبو من موجة 2006 3. يعني يا ابو محمود ندخل اللوجين؟ اقعد، انا بتكلم لملاك السهم حبيبي. 3 ريال 3 ريال ونص الى 53 الى 57 يا ولدي، انت قاعد تتكلم عن 15%. طيب طيب يا حبيب قلبي، تبغى تدخل المغامره دي لازم تعرف لسه ما قفلت. انت قاعد تتفرج على شارت شهري، ما انت قاعد تتفرج على شارت يومي. معناها لازم تعرف انه انت كيف لو تنفذ فوق ال 49، كيف لو كسر 47. ستوب، ما عندك. ليه يا ابو محمود؟ طب كيف تلعب في القمه؟ كيف تلعب والسهم تحت القناه؟ كيف تلعب هو كاسر القمه السابقه اللي اخترقها؟ معناها هذا قاعد يصرف عليك زي ما سوى في الشهرين الماضيين. لا حيرتك ولا شيء. انا لما تكلمت وانا بتكلم على المايك مو عشان انا ادخل اللوجين، انا كنت اشوف الناس تتكلم اقول الله 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 الله، مبروك، ايش هذا؟ اختراق للقمه واختراق لسقف القناه؟ معناها هذا شغل شمن كحلي جديد جايكم يا اهل اللوجين. يا اهل اللوجين، من هم اهل اللوجين؟ واحد مشتري ب 45، واحد مشتري ب 43، واحد مشتري ب 47 على نظريه 3 5 7 لما اخترقها. خلينا نقول اخر واحد ممكن نتحمل مشتري اللوجين 47. اكثر من كده انتبه لا يكسر 47. وانت يا ابو 47 حافظ على ارباحك وحافظ على راس مالك. ليش؟ لا تقبل انه سهم زي اللوجين يضحك عليك. كيف يضحك علينا؟ يعني ارجع ينزل يكسر المناطق دي. ليه؟ طيب قول لي ايش عندك شيء يخليك تقعد في اللوجين؟ معقول تشتري في قمه؟ طب غيرك اشطر منك. في غيرك جاء دخل قبل شهر وشهرين وكل ما يدخل يطيح في اللوجين. هي قليله نزلتك ل 39 في المره الماضيه؟ سحب السهم من 48 ونص ل 39، 20% تحت. انت بقمه بتلعب يا اخوي. احلى منطقه احلى منطقه في الشارت في اللوجين تشتريه قريب 36، قريب 35، وهذه المستويات لما تشتري عندها يكون وقف خسارتك قريب. لانه لو جاء واحد مشتري ب 40 وب 39 قال لي يا ابو محمود انا متعلق في اللوجين، اقول له ما دام فوق 37 لا تخاف، ما دام فوق 36 امورك طيبه. ليه؟ يعني هو بيلعب في المرحله الثانيه اللي بعد اختراق 23 فيبو. ما نجي نخوف ونقول له والله اللوجين طالع من قاع كورونا قريب 20 ريال والسهم مدب. لا لا لا، فنيا هو في مرحله ابعادها من 35 36 10 الى 48. لكن يا جماعه ماذا لو اخترق 48 ونص؟ ماذا لو خلينا في ظهرنا 47 وشفنا دخول سيول الايام دي وبدا اللوجين يطقطق؟ ترى الموضوع جاء واحد يشربك نفسه، ايش نقول له؟ ايش نقول؟
انت بتتبع شارت يومي ترى والله انتبه لا يكسر، لا يكسر كم؟ انا ما اضمن لك السهم، لا يكسر كم؟ اكتبوه. ايش فهمتوا من كلامي؟ قال له جاي بكره 50، جاء واحد قال ابغى اطلع 45 في عينك، لا حول ولا قوه. تركنا حتى نظريه 3 5 7 شطح بها يا رجال. يبغى يستنانا 45 ريال، يبغى لنا 10% ننزل كم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. 47 ريال بس عشان خاطر النظريه دي، ولا مفروض 48 ونص؟ يعني ما ينزل تحت القمه اللي اخترقها، لكن نحن عشان خاطر النظريه، عشان خاطر عيون ابو يحيى، مو معقول شرح النظريه دي ونخلي شرحه يروح على الفاضي. نزل لكم مقطع في اليوتيوب وشرح لكم النظريه حقت ابو محمود على اليوتيوب عشان تروح تعرف، عشان خاطر ابو يحيى بس نقول لا يكسر 47 ريال. كيف يا ابو يحيى، مظبوط ولا لا الكلام كده؟ طيب فين الاهداف؟ 53، واذا انشكح السهم كشف منطقه العرض وكشف منطقه القمم التاريخيه 57 ريال، وهذه اهداف اللوجين من 47 ل 57 اذا كان ايش؟ اذا كان بيلعب. طبعا من احلى الاغلاقات الشهريه، يعني تخيلوا مثلا اللوجين جينا يوم الاثنين القادم وصل 50 وما تحرك، لكن قفلت الشمعة الشهرية فوق 47، طبعا هذا الإغلاق حيخلي نظرتنا للسهم أقوى من دحين. دحين ليش نظرتنا شوية مهزوزة؟ لأنه ما في إغلاق، نخاف تكون الشمعة دي زي شمعتين الشهرين اللي قبلها. وبعدين يا شباب، الله الغني، الله الغني، هل أنت مجبور تطارد سهم فيه 7 ريال أو 15% وهو في المخاطرة دي؟ طيب في شركات ممكن تجيب لك 15%، أدخل البابطين قريب 28، إذا راح 33 جبت 20% وبعيد عن المخاطر دي. صحيح اللوجين أخف، صحيح اللوجين في منطقة شمنكحولي، صحيح اللوجين بس ترى مخاطرة. يعني الله يكرمك، أنا دحين لو أشتري في اللوجين بكرة يكرمكم انحصر وابغى الحمام، اشيل هم اروح الحمام. ليش؟ اخاف وانا في الحمام اللجين يغدر بي ويكسر 47. ليش؟ اعتبر انه انا يا اخي صعب صعب، لازم اكون مراقب لصيق، ما اسيبه يقعد ينزل بالاحمر والعب تحت ال 47، اخاف لانه من حقي ولا مو من حقي يا اخي؟ زي هذه اخت هاني، ليش لما كنا في القيعان لما كنا نبني ترندات كنا نشتري ونقول شررم السهم باني ترند صاعد شررم؟ ابو محمود ايش رايك في اللوجين؟ والله اللوجين ما دام فوق 18 شررم. ليه؟ والله يا اخي عنده ترند ما يكسر الترند شررم. نحن في نهايه الشمنكحولي، وما يحصل في السهم الآن من اختراق ل 48 ونصف يسمى انشكاح، وهذا الانشكاح أخطر ما فيه هو أن ينبطح السهم بعدها. لما ينبطح السهم تذكر شكل الذبيحة وهي معلقة الشنكر كده في المسلخ، رجلها فوق ورأسها تحت، والزار يقول شوية ياخذ من الفخذ، شوية ياخذ من الرجل، شوية ياخذ من المدري إيش. ودائما يا لطيف يا لطيف، من اخطر التعليقات ومن أسوأ التعليقات اللي ممكن لا سمح الله يتعلق فيها مضارب، انه يشتري في منطقه قمه ثم يهبط السهم ويصحح فيه تصحيح كبير وينزل فيه لقاع. يعني تخيلوا اللي واحد يوم واحد اتعلق في اللوجين ب 33، تعرفوا اللوجين فين راح في عام 2019 في اكتوبر؟ 17 ريال. يعني السهم من 34 دبل تحت، 17 و17 كم؟ 34. السهم كان في عام 2018 عند قمة 34 40،
طيب في عام 2019 فين وصل؟ 17 ريال، يعني دبل تحت. اللي اخذوا من 17 ريال ما شاء الله دبلوا في السهم لما وصل 34، ولما طلع من 34 الان الى قريب 50 جابوا 150%. ها يا الشيخ عزوز، ها يا حبايب، استوعبنا التحليل الاستراتيجي للوجين. شايفين يا شباب، شايفين يا شباب كيف الشركات في مفترق الطرق؟ شايفين كيف، شايفين ليش المحللين بعضهم خايفين من السوق؟ ها، لانه في شركات انا كلها مسجله اهداف وكلها بتلعب عند قمم. شايف، خذوا دية وخذوا دية كمان، انتوا عندكم قواعد تمشوا عليها، لا تخافوا. تعرفوا اللي يجي يقولوا متفائلين في مستقبل السوق في الأخرة وانه المؤشر ان شاء الله يروح 10,000، لكم ماذا لو كان اللوجين بحول الله بيلعب مستقبلا مخترق 8.5 و53 ويجيك يعدي 57؟ شوفوا الهدف كم على النسبة الذهبية، شوفوا 80 ريال. يعني هذه المناطق اللي ارتد منها 40 دبل للـ80، لكن قوتها تبدا مثلا هذه بدايتها وقوتها تبدا باختراق 57، وتلاقي السهم الطريق تيد تيد تيد، بعد فتره نقول مبروك 80 ريال. فالعمليه يعني هنا، وخاصة نحن يا شباب مقبلين على ايش؟ نحن مقبلين على منطقة نسبة ذهبية في السوق، مقبلين على خط ترند متعوب عليه من قمة 2014 مرورا بقمة 2019 اللي هو قريب 4 8، قريب 8930. ترى الدعوة يا اخوان كلها ترى 300 نقطة، 280 نقطة، فهنا احتمال نكون او لا نكون. فهنا لو السوق اخترق بالله تبقى اللوجين وهو فوق 48.5 يوقف. التاريخ يعيد نفسه يا ابوي، اللوجين نازل تاريخيا من 124.20، ايش 80 ريال؟ 80 ريال يعني وصل النسبه الذهبيه. طيب بعدين تاملوا كده، يعني اللوجين خلينا نعتبر انه مستويات الثلاثينات دي وال 34 كم سنه قاعد تحتها؟ 10 سنين. خلاص هو على طول لازم يكون تحت 34، يعني ما تبغوا يرجع لارقام 2007 زي سيسكو، ما تبغوا يروح، نبغى نعيش على طول في وسط الحفر، طلوا في الشارت. يعني ليش نستغرب من الطفره؟ ليش نخاف من انه او نقعد نرجف في الناس؟ نحن ننبه الناس ونفهمهم عشان هم يبقوا يراقبوا السوق ويراقبوا الاشياء هذه اللي قاعده تصير، لانه ممكن هذه الامور تكون باب خير لهم، وفي نفس الوقت لا سمح الله ممكن تكون صمام حمايه لهم. عرفتوا ليش الجلسه التحليليه دائما والمدارسات دي تساعدنا في اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم؟ الناس مو تقعد معايا تسمع التحليل عشان ما تسمع الا بس خذ اسهم وتطبيل وما تطبيل لا يا اخي، انا ابغى اعرف فين واقف، انا ابغى اعرف اكمل، ابغى اعرف انا في منطقه قمة ولا في قاع؟ هل أنا عديت المفترق؟ هل أنا دخلت في الشمنك حلي؟ هذه فائدة التحليل. الآن أخذنا فكرة جيدة عن اللوجين وعرفنا أنه اليوم الشيء اللي قاعد يصير الحراك ده، هل نسبة اليوم هذا الحراك في المتطور حراك عادي؟ شفنا الشارت أنه حراك مو عادي، هذا لو عدى 20.5 21 دخل مرحلة جديدة، يعني هذه أشياء تبشر بالخير. معناه ليش نحن نخاف؟ لا، وفي نفس الوقت ماذا لو انه الشركات دي لفت الطاره من هنا، فشفنا المؤشر بدا يكسر مثلا مناطق رئيسيه في المستقبل، ونحن قدرنا ما اننا قادرين نعدي المناطق دي، طب لازم ننتبه ولازم نعيد حساباتنا وما نستعجل ونندفع ما دام شايفين في اشياء قاعده تصير في السوق معاكسه تماما.